السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير. عارف حتى واحد ما غيفهم حتى شي حاجه حتى يشوفني في هادشي نادي. المهم اخوتي، جيت نقول لكم بلي هادشي راه عندي مود باس ديالو، والشين ديالي شي غير عنده مود باس ديالو، وهادشي عادي بيناتنا اخوت. حنايا خويا انس اخوتي ما نكذبش عليكم، راه بزاف الناس تيجيو تيسولوني تيقول لي انس فينا هو، انس فينا هو. لا نقول لكم اللي عارف على انس اخوتي، والدي تيقلبوا عليه، عائلته كلشي تيقلب عليه. وانس راه هو في واحد الدار مهجوره، تيكون في هذيك افارقه مشعوذين، واللي يدخل ليها تيختفي. اللي صبيه من آل بيت محمد، سلام اختي، كي دايره؟ لاباس؟ بخير. هانيه اش تتعاودي؟ مالي اختي، عرفتي راه كانوا نيت مشاو لداك الموبل ورجعوهم واحد العساس افريقيين وحضروهم، قالوا ليهم اخر مره نشوفوكم هنا، وكانوا هازين مكحله ورجعوا كاع الصحافه من تماك، وما بقى كيجي حتى شي صحافي. انا نقول لك ما تبقاش تمشي ليها، راه لا شدوك دوك المشعوذين، راه ما غاديش ترجع، راه غادي يحبسوك. انا قلت لك ناري لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه للاعدام راه ما حرق حتى شي واحد، راه غير داروا عليه اشاعه حيت كيسكن مع دوك الافريقيين في داك الموبيل، فهمتي؟ الله يكون في العون. راه هادشي اللي كاين، وكيمشي لمدرسته عادي بحال كاع الناس. بنادم خليه يبقى داوي. وبالنسبه للبوليس علاش ما كيدخلوش؟ قالوا بلي الحكومه ديال الرجوتين عندها هي مع السلطات، فهمتي؟ باش ما كيشوفوش واحد السر كاين في داك الموبيل، اشنا هو الله اعلم، فهمتي؟ وحتى الناس اللي قرابين من داك الموبيل مهددين باش ما يدويوش على داك الموبيل. واحد البنت هي جايه هدى، راه عندكم نتوما تكونوا عارفين سميتها هدى، هي راه دخلت لها اختفات. خوتي راه ما نكذبش عليكم، انا راه بقى في الحال بزاف، وداك السيد اكثر من خويا، وما لقيت ليه جهد اخوتي، والله ما خلاونيش مال الدار نمشي عنده لتما. والبلان وما فيها اخوتي، دابا انس كان قال لي صون عليا في ديك الليله باش كان خارج وكذا، صون عليا قال لي اخي امين يلا معايا لذاك القنش، راه لي فان ديالي كذا، قالوا يا سير سير ما بغيتش نخيب ليهم هضرتهم، فهمتونا اخوتي؟ وقلت لي اخي انس ان انا في الدار صوني بصح عرفني اخوتي. ديك الليله ما قدرتش نمشي حيت كانت هذيك الليله كان البرد بزاف، والشتاء والبارح كان البرد والشتاء بزاف اخوتي، وما قدرتش نمشي، فهمتونا اخوتي؟ غنمشي ليها دابا، اليوم دابا غنمشي، انا دابا غنجمع حوايج نتوما عارفين كي كانت الشاب الليل داك الليله مع جويدي العشرة العشرة ونص، شي ما قدرش نمشي، وهما اللي الدار ما خلاونيش نخرج في هذيك الليله. هو صون عليا شتاش الابيلات تيقول لي امين يلا يلا، ابيل الاولى ما سمعتهاش، الثانيه ما سمعتهاش، الثالثه كنت في الحمام تنحك سناني، الثالثه سمعتها اخوتي. وداك السيد اخوتي راه عزيز عليه المغامرات، عزيز عليه التحديات، وما تيسمعش الهضره، تيبغي يدير داك الشيء اللي في راسو. هو اصلا تيعجبو داك الشيء، ما تيخافش، العرق ديال الخوف محيدو من راه من ذاته، وحق الله اخوتي. داك السيد راه ما يعرفو حتى شي حد قدي، واخا عرفتو هاد العام هادي، راه انا نقول لكم اللي كاين اخوتي، وقسم لكم بالله اخوتي. دابا اخوتي تبقاو يجيو يصيفطوا لي بزاف الناس في انستغرام امين، حتى في الفيسبوك وفي الواتساب لي فان ديالنا امين، من انا شنو وقع الان، شنو وقع الان.
الاخبار اخوتي اللي نقول لكم دابا راه ما وقع والو لحد الان، انا راه مختفي ما عنده لا حس لا والو. وهذا الشيء نادي انا جيت فكرت قبيله قال لي با باش الناس يعرفوك حتى مود باس عندي ندير هذا الشيء في البيسي تحال في بيسي وكذا. وان شاء الله راه اليوم هذا البلوك راه جيت تصور دابا معاش مع الربعة ونص العشيه، وان شاء الله راه غنلوحوا لكم واقيلا مع ديك جوي ديال 6 7 حتى ل 8 بحال داك الشيء. المهم خوتي راه انا سر مختفي راه ما عندنا عليه لا خبر لا والو. واللي بغى يتاكد يدخل انستغرام ديالو، راكم عارفين انس ديالو انستغرام ديالو انا السايكو راكم عارفين، راه غبر الاتشار ديالو ما بانش ولحد الان ما ديكلاريناش اخوتي حيت تنتسناو فهمتوني، نتسناو يقدر يكونوا شفروا له التليفون، يقدر يكونوا شادينو، يقدر يكونوا مخشطفينو، تنتسناو شي خبر يوصلنا فهمتوني اخوتي، شي حاجه وصلنا حنا راه دايرين اللي في جهدنا، والديتي هما راه مخي دايرين اللي في جهده، والعائله كامله ديالي وديالو دايرين اللي في جهده، والناس القرابين ليه. راه انا صرا اختفي، راه هادشي اللي نقول لكم اخوتي، راه دخلوا انستغرام ديالو راه ما لا حتى ستوري وما حالش، من غير لا كان حار حيت عنده بيسي في الدار، انا كان تيخلي عندي بيسي ديالو في الانستغرام تتبقى محلوله الا كان الويفي مطلوق. وراه اخوتي راه ما نكذبش عليكم، راه هادشي اللي جيت باش نقول لكم هاد الخبر اللي عندي. المهم الا بغيت تواصل معايا راه الانستغرام ديالي راه امين نباني، الا بغاو يعرف شي خبر وكذا شي حاجه جديده على انس. وتسناو اخوتي شي فيديو اخر حيت راه انس راه اختفى، ربي اللي عالم بيا اخوتي، وحق الله ما جاني البارح النعاس، واحد البنت مشات هي لا غد ليه ملي مشى انس وصورت واحد الفيديو بالتليفون ديالها، راكم واقيلا هاد البنت ما عرفتش شكون هي. المهم راه صورت شي فيديو ديال ديك الفيديو ديال البوز راه ضرب شي نص المليون في تيك توك، فحال هكا كتا فيديو ديال انس راه غادي شي مليون، حيت راه الدجار اخوتي راه انس راه اختفى في خطره ما موالفاش ليه اخوتي. واحد البلان راه داك الفيديو اللي دار البوز في تيك توك وفي مواقع التواصل راه ديال انس، واحد البنت مشات لها غد ليه وصورت داك الفيديو حيت ساكنه هي في كازا في حومش، في حومش داك القنت فين اختفى انس، وانس راه اختفى في داك القنت قسما لكم بالله اخوتي. وداك الفيديو راكم عارفين رس، انا عارف داك السيد، هذاك السيد راه الصوت ديالو انا تصنت الفيديو، وبلي ما تعرفوا بلي الصوت ديالو اخوتي انتوما بقاو معايا وتفرجوا في الفيديو، وانا جايكم الهضره عاوتاني. عيب اخوتي وحرام هادشي قسما لكم بالله، راه عيب الدري مشى يصور الفيديو اختفى، والديه مخلوعين كلشي مخلوع، راه حشومه هادشي كاع قسما لكم بالله اخوتي، شي حشومه راه خاص راه واش هادي بلاد ديال السيبه ولا شنو اخوتي، راه الدري مختفى والو الاثار ديالو انا اخوتي. ولا كانت شي حاجه جديده راه غنلوح عليكم شي خبر عليه، ولا سمعت شي خبر مع عند والديه ومع عند عائلته. وراه شي شي دراري مساكن تا هما معاونين في كازا بزاف، منهم زكريا منهم رشيد الله يعمرها دار، تا هما شي قلبو ديما تما. الا كانت شي حاجه جديده راه غنصون على نقولها لكم وكدا، راه تنتواصل ديما معاهم وديما كيمشيو يضربوا طلا تما. هادشي اللي كاين اخوتي، وما نطولوش عليكم.